أتذكر هني بيت قال يدك أيام العرضة في الميدان وهو على حصان يا شيخ تكفى الهم والأحزان ما مات من خلف ولد الله حبانا بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد أظهرت هذه الأزمة معدن العظيم أمام القريب والبعيد والصديق والعدو وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك وطنيا وإنسانيا محليا وعالميا ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات مفخرة لنا جميعا ما توفيك المعاني والحروف يا زعيم المرجلة في كل حال لك مواقف مثل ما حز السيوف حازم بعزمك إلى حد المحال معدنك صافي وما تغلبك الصروف قايد وإنسان وأصبح للمثال نعم بو خالد وما مثلك نشوف واحد وتغني عن آلاف الرجال الحمد لله أن معانا زايد اسمع محمد يوم قال واسمع رجال هي والله رجال والقول هذا له هدف صبيان يا كبار الشيعة هي واب الله واب ويقول يتوقف الأمر لا وصلت بيت الشعر وصلت كلام بو خالد درر وقت الشدايد ينعرف صبيان يا كبار الشيعة هواب الله هواب وإحنا حزام في اللزوم يبشر بنا في كل يوم وصلت والشعب تحت أمره يقوم وقفة رجل واحد وقف صبيان يا كبار الشيعة هواب الله هواب حن من نجاح إلى نجاح للعز نخفق بالجناح وصلت يا كم ضمدنا الجراح في حاضر ووقت سلف صبيان يا كبار الشيعة هواب الله هواب بالعهد نوفي ما نخون أما نكون أو لا نكون وصلت نحمي وطننا وله نصون والموت في شفة شرف صبيان يا كبار الشيعة هواب الله هواب يا شين نكران الجميل ما ينكر حرنا أصيل وصلت واللي عن العدل يميل ما حد خلفه ينجرف صبيان يا كبار الشيعة هواب الله هواب يسلم لسد قايد لسود والأمن في ظله يسود وصلت شبر قابيل الصعود وبوقفتك اللي نهتف صبيان يا كبار الشيعة هواب الله هواب نحنا صعدنا للفضاء تخطيط من وقت مضى وصلت واللي رضى ولي ما رضى شاف المواقف واعترف صبيان يا كبار الشيعة
في عام زايد من جزات قامت على عزم وثبات واسمك فوق الشروف النايفات رف العلم بالعز رف صبيان يا كبار الشيعة